يو سلام، مبدئيا شكرا على 30,000 أخ وأخت في القناة. اعذروني يعني عندي شلل في التعبير عن المشاعر. مش عارف يعني لو في شيء مميز ومجاني تركزوا لي على مجاني بنفس الوقت بقدر أعمله عشان أسعدكم يعني كاحتفال، احكوا لي تمام. المهم خلونا من المهم هسه، سيبونا يعني شكرا لكم خلاص بكافي. الموسم الماضي دخلنا التقييم الاسطوري بأسوأ سلاح في اللعبه اللي هو تشيكوم، بس للاسف ظلنا هذا السلاح لانه في أسوأ منه، لانه اليوم فعليا راح ندخل بأسوأ سلاح في اللعبه اللي هو شاتجن الاسترايكر. يب انا لسه ما دخلت اسطوري عادي مش بلعب كثير، فاليوم راح ندخل اسطوري لا تخافوا. المهم سلاح اليوم شاتجن الاسترايكر راح يدخلنا اسطوري ولا راح يرجعنا على ماستر في او اي في مش عارف. قبل ما اعطيكم التركيبات ونبدا بالجيم، عندي اعلان عن اكبر بطوله عربيه للعبه كود موبايل من تنظيم سيرفر الشرق الاوسط للبطولات العربيه بالتعاون مع متجر اكس تي شوب لبيع السي بي. راح يكون عباره عن دوري كامل في الطور الجماعي، جهز تيمك وشارك لانه راح يكون في منافسه نار بين اقوى الكلانات والفرق العربيه على الجوائز بقيمه $400 بالاضافه ل 80,000 سي بي راح تتوزع لاصحاب المراكز الثلاثه الاولى. لا تفوت فرصه المشاركه، جيب تيمك وتعال على سيرفر الشرق الاوسط للبطولات. راح اترك لكم رابط السيرفر على ديسكورد في وصف الفيديو، انضموا وراح اكون هناك بانتظاركم. خلونا نرجع لمقطعنا. طيب كنا نحكي عن سلاح سترايكر، ما بعرف لو في حدا مهتم يجربه، لكن هاي التركيبات: فوهة خنق، ماسورة او دبليو سي ثقيله، ليزر 5 ميجا وات، اعاده تلقيم 16 طلقه، شريط المقبل المحبب. باقي لي الان 5 نقاط عشان ادخل تقييم اسطوري، فيا رب ما بصغير خصم سهل. يعني بصراحه مش حابب العب كثير بهذا السلاح. استمتع بالمقطع. لا ليش؟ أسوأ ماب، أسوأ ماب، حرام عليكم. شفتوا؟ خلنا نهرب. ماليش علاقة أنا. حسبي الله فيك، بدي أوصل ليجند. مش ناوي ألعب أكثر من جيم، هو جيم واحد. بليز يعني بليز ارحمني. أنا مش عارف. مات. موت بالله عليك. نايس. ركضة الاحتفال. ريسبكت. أوكي أنا مش عارف ليش رافع على الجرافيك أعلى إشي، بس إني يعني بس إنه رافعه، فاهمين علي؟ بصراحة أنا مش ناوي أتهور أبداً. نايس. يا رب يكون جيم سهل. أنا علقت. أسألك بالله ارحمني. أنا مش هنا، أنا راح أعمل حالي من بنها، أنت فاهمين علي؟ يعني مش هعمل إشي، أنا بس بدي إيش؟ أفوز. جاست وين؟ شكرا تيمي، أشكركم والله. مح مح مح. يعني أحلامي جدا بسيطة، وينر وينر تشيكن دينر بس. طب شو الحال؟ Who's that? It's all up to you now. Finish the mission. ايه ده؟ يا رب ما اموت. لا الحمد لله. أحا. The enemy has the bomb. علي اثنين. على الأقل يعني لو خسرت أكون يعني عامل شغل كويس. ف نوب امسح اللعبة. مش عارف ممكن أتهور شوية. أنا خايف من كمباك بس راح أتهور شوية. يلا كل بليز كل أول. حرق حاله الأخ. قتل حاله. أوه. إيش فيه؟ هم.
وات وات لا حرام عليك كيمبا عاش ولك والله أسطورة يا أخي. اي يس الأول امكاريهم بسترايكر ايش بدك كمان احكي لي. هاي 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 احلى ليجند ايزي ليجند ايزي ليجند. بتفكرون يعني الموضوع جدا صعب؟ لا ايزي. هذا هو هذا هو التصنيف على 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 يعني على وضعها. بس هيك ان شاء الله يكون المقطع عجبكم. اشوفكم على خير. لا تنسوا تنضموا لسيرفر الشرق الاوسط في ديسكورد وتشاركوا المسابقه. سلام.